الإخوان السلام عليكم، عواشركم مباركة مباركة كما العادة. معكم لورد أبي من هذا البار، في تنحييكم من هنايا وتنقول لكم على سلامكم. ها دوك ديك الدولة ديال بالي فرونسي، عرفتي دوك هذاك ماكرون ولا ماكرون ولا مالك شنو ديك، واش ماشي هذا المرض الآخر اللي تيحكم هذاك، قال لك دوك المغاربة اللي تيخطفوا البلايص الطاكسيات، اللي عنده 15 عام والفوق في الخدمه، ايوا اللي باقي طاكسي تيعمل طاكسي 15 عام هذا خص الموت، ما خصو حتى شي حاجه، كيعطاهم الكريمات فابور. اي واحد دوز 15 عام ديال السوكان الحكومه الفرنسيه تعطيو الكريمه فابور. حنا في المغرب تعطيك القدح في العكاز، القدح على الدوله كيفاش تفسروا لي القدح في العكاز، تعطيك القدح في العكاز المغرب. ايوا هنا في فرنسا بعدا دوز 15 عام، لا ايوا حنا لا، حنايا تعمل طلب العمالة تشد دوز امتحان وتعطيك لا تكون عندك الطوموبيلات، تكون عندك كلشي، تعطيك الرخصة ديال سياقة السيارة، والو تدوز واحد الامتحان تكون تعرف المدينة. هنا في كانت في لندن تيقولو لها نوليدج، تاخذ كريمه ديال الطاكسي. في المغرب خص تكون صاحب القيد ولا صاحب الوالي، ولا كنتي شي كواري ملي تشوف الملك تبوس لي على يدو تقول لي عطيني كريمه، اش هذا قل الادب. كيما كان يدير مولاي حسن مع الحسن الثاني، فيما يجي الحسن الثاني الماتش ديال الفينال ديال الكوب دي ترون، مولاي حسن باقي حي ولا مات؟ لا مات الله يرحمه، تجيب لي برا باش يعطيه شي حاجه. زعما هادو اش نقول لهم، الشرفة العلويين يديهم سخيت يدور معايا عباد الله، ولكن باش تلحق ليهم مصيبة. هادوك ولاد القحابي دايرين بيهم هما اللي ما يخليكش تلحق عند العلويين، دي العلويين هادو الشرفة بحال هنايا، دي هادوك راه تي الله يعمر هذا تيسخاو، ولكن دوك اللي دوك الحاسين الكابا اش انت تدخل سوق الكراك انا نجي نسلم على السلطان. حنا داروا علينا لا جا الحاسن الثاني لا كلاريجاز شي وحدين دوك البادي غارد، ساعة ما صور من عندنا والو دخلت في الكراك هذاك معليش، كان معاهم العديلي، كان معاهم العديلي العديلي وكان داك الشيء هذاك العديلي اللي خد التقاعد من اللي اسمو الأعمال الإجتماعية ديال البوليس ديال البوليس ديال البوليس ديال البوليس، معليش مابقاش نتكلم على العديلي ونتكلم على البوليس ونتكلم على حاجة فاش نتكلمو. تكلمنا على الطاكسيه ديال فرنسا، الطاكسيه ديال فرنسا واحد العروبيه في لي بوليو دي باري، دايرين احتفال، شنو الاحتفال؟ وعباد الله ما كاين لا روج لا موناضا لا والو، غير المو الصغار يتلمو ويدير لهم واحد هذاك الطبسي فيه الدجاج، وتيو داك الشاف تيزبد بحال هكا، فهمتي ما تيستحملش المغرفه كيفاش المغرفه تولات، سروا الله يرحم باكم المغرفه. كل مغرب تيز بيدو هكا، فينا ولا فينا ولا جيرو فينا هذا، كاين المغاربه بني عمو كاين كلشي لابس كبابط، ديرينا في واحد الهونغار ما فيه لا فنتيلاسيون ولا ما فيه لا اير كونديشن ما فيه لا سخونين والو، لابسين ودير الطاقيات بحال مريحين في سيبيريا، تيحتفلوا لانهم نوتر كوليغ هذا سي كاتر لي سون ديك اللغه ديال باريس فرونسي، هذا كثريتهم باش لوح، مالهم يكون شلوح يكون امازيغ بحال ملي كيفاش قال لي مصدع عليا مصدعني واحد الدري يقول لي ولد الطاليان ولد الطاليان، هو عمرو ما شاف الطاليان، هو غادي يقولوا لي بينه ولد الطاليان، ملي كان المغرب باقي فيه الطاليان والاسبانيون والفرنسيس، وحتى الالمان كانوا من الالمان واليهود هما اليهود هادو هادو لي بولوني اللي هربوا للمغرب باش محمد الخامس يحميهم، لأن هتلر بقى يهجم عليهم، اللي عنده الفلوس هرب، كان يهبر وهرب للمغرب، هربوا للمغرب ومن بعد طلعوا لأمريكا، معليش هادشي التاريخ، هادشي ديال التاريخ ما عندي معانا، أنا ما قريتش التاريخ، قريت غير التبرقيق، أش نتكلمو على، قال لي واحد الأخ ملاحظ. قال لي هذاك اسمو قاضي قو قاضي عواد وقاضي قمال، قال لي من سبعة رجال لي ماغنيفيسنت سيفن، ما عرفتش الفيلم ديال
ماشي دو سالوبا الاخر الماجنيفيسنت 7 قلت له قلت سبعة ذو رجال وقال لي السمية ديالهم ما بقيتش عاقل عليهم ما عقلت على سمية ديالهم قال عقل على سبعة ذو رجال واش 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 نيوة دخل معاهم ها لا ولا المدينة مع سبعة ذو رجال هذا هو غدا يدخلوه حيدوا واحد ودخلوا واحد ماشي زي من لا ليست كون اجور يدخلوا للنيفو يدخلوا هذو وزيد عليهم هذاك سيمو ظاهر هذا هو يدخل معاهم هذه مراكش ما كتير فوحوني بسبعة رجال تقول عندهم عندهم البحر هم عندهم مش البحر عندهم غير شارج البحر وقال الملائكة ما بقاش يطيروا عندهم شي نهار الطيارة ما بقاش يطيروا عندهم الطيارة والو مع الكوفيد والتخربيق والو قاعد يقول لك صحاب ديال التوريزم كلشي تيشكي الدولة ما تعطيهمش ولكن الدولة اش تعطيك انت ما تعطيهاش الطاكس هم يقول لك راه الحسابات ديالك الحسابات ديالي سجيستيفي با ديك الإعانة اللي عطاك الدولة، أنت خاص توريهم الحسابات ديال العامين هادو باش الدولة تدور معاك وأنت تكري الطوموبيلات، ديكلاريش الطاكس، حل ريستورون، يقول لهم ندخل والو، كاري عندك ديزابارتمون تكريهم، إيوا بديت الدولة تعاونك ما تعاونكش، نعاون حنا هنا 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 يعاونكم نتوما اللي هنا، هنا كيفاش قال لي؟ إيوا خصنا نكونوا واقعيين. ماشي كلشي هذا فهمتي ماشي كيما قال لهم قال لهم ديك اسمه ديك ديال اسمه ديال 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 الكينيدي قال از نو وات يو دو از نو وات يو دو وات يو كانتري دو فور يو از وات يو دو فور يو كانتري ماشي اش دير لك الدوله انت اش دير للدوله المغاربه كيما قلت لكم ديك السيمانه الجايه تيهربوا الفلوس تحريب الاموال الركود كاينين كينيس بوكو في الركود الاموال اللي خرجت من المغرب عاد خوتك المسلمين خوتك المسلمين ماشي خوتي انا ماشي منافق هما خوتك نتايا خوتك نتايا غمقوا عليك قلبوا نكاح وقلبوا تحريم الاموال وهذا شي باش عارف باش نذكرهم تحياتي لرجال التعليم تحياتي لهذا هذاك اسمه هذاك الدري اسمه المهداوي هو ديما عنده تحياتي لهذا تحياتي قال تحياتي كان احترامي كل احترام لرجال التعليم سي دخل سوقك ها السي المهداوي قول لنا شو وقع في قول لنا بان الاساتذه تينكحوا البنات ولا الاولاد كاين اساتذه يعني عزيز عليهم الاولاد الولاد ديال ماشي البان ديال السينما البان ديال الاولاد لا لي بوش ملي كيفاش غادي ولا ملي كيفاش غادي دابا هذا تقول لهم كل احترام لرجال التعليم واش من احترام احترم نفسك يحترموا داك الناس اما بحال نخلي سيرتك بولدي باش تقري وتستخدمك حليه لا ولا بنتي لا فلهذا كل احترام الاول مع احترامي وكل احترامي سي اسمه المداوي مخرقم مخرقم الصحافي المخرقم قال لك المغرب كبر من الماديمي وكبر من الزفزافي وكبر من الحلاوي والمغرب كبر من اي واحد مش الحلاوي الحلاوي شنو يديروا ترجعوا مارتير ترجعوا يا جان دارك مالهم لحقات في واحد الرينغ واحد الرينغ ديال الفساد وصافي قال لك حق شدات 23 ايوا شدات عليها وصافي هي مشى دابا التاريخ ما يجبدهاش رحمه الله رحمه اذكروا اموتكم بي 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 ماشي بي 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 بخير بخير هاك تا ترحموا على واحد ترحمنا عليه شنو غير ما نبقى واحد ترحموا لا لا قبل لكم ماشي قبل ديك السيمانه الجايه قلت لكم ديك العذراوي ما يتكلمش اش وقع له تما حدا هو تيهرب لي المغرب هذا والله هضر لي تكلم لي هذيك كندا عامره بلي نوتير لي نوتير اللي خونوا الفلوس للشعب المغربي المغاربه خونوا لهم الفلوس وهربوا لكندا علاش ما تكلمش عليهم السي العذراوي واش بغيت نعطيك شي سميات نلحهم لك ما كاين مشكل راه عندي سميات ولا بغيتي كاين السميات موجودين هذه في كندا كندا عامره بلي نوتير دوك دي اي تي دوك الشفار ديال هادشي ديال التكنولوجي عامله بهم تكون خدام باك تعرف تقول تضرب شي 100 مليون تهرب تيدير لك اللعيبه طق 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 تترانسفير شي اكونت من بعد ترانسفير الاكونت اخر وتهرب تطلع كندا تكون عنده باسبور ولا عنده شي وحده تجوج معاها تجي دير لي بابي بحال الفنانه كاع الفنانه مجوجين مع الجاليه علاش لان ما كاينش الضمان الاجتماعي
لا شنو ممثل بزاف ديال كتير ممثل، وانا شنو ندير دابا هنايا؟ انا ماشي انا ماشي ممثل، ولكن عندي الضمان الاجتماعي، لان الملكه نصرها الله اليزابيث السجن محتاج خرجت لي التقاعد، لان ملي تنحرس تنحرس المره اللي مشيت طبت الفلوس جات ناري 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 شحال من قفاه زعما ناري ناري خرجت لي على الفلوس ناري ناري هي جاي داخله من باب الجنه وهي ما عرفتش هنايا تنشوف فيها من هنايا معلاش هو الفلوس علاش الفلوس باش تخسر حدا قال لي قال بزاف الناس الممثلين مجوجين مع العيالات ولا مع الرجاله ولا صديبو لانهم ساكنين ملي تكبروا ما كاين لا طبيب لا والو الطبيب والو كاين والو ايوا كل يكونوا باقي صغير التعليم بلادهم تيمشي يمشيو تما على كاين ما لمهمش جا لك الوزير طاب الوزير ديال الثقافه شنو الثقافه حنا ما عندنا ثقافه لا والو الثقافه هي ديال الزنقه هو الثقافه قال لك غيدير 150 قاعه واش قاعه الزيتون ايوا حنا عندنا داك اخنوش بقى عمر المغرب كله بشجر الزيتون وهي دابا اللي خص القاعه ديال الزيتون هذا هو وزير الثقافه غادي يبني لنا 150 قاعه في عام واحد شو على بومبا انا حنا قلت لكم ديك المره هذاك اسمو لك الشيخ اللي تيحكم اخنوش قلت لكم 1000 ماشي 1000 قال لهم مليون مليون منصب ديال الشغل مليون منصب ديال الشغل ناري ناري على بومبا ديال ناري ناري قال لهم نخلق مليون منصب والمال حنا كنا في لاكير مونديال غادي خصنا غنبنيو المغرب لا باش خلق بلي خص تكون عندك تكون في لاكير هو الاول ولا كير سالات ولا عليك الساعه باش نوضو الناس يخدموا باش يبنيو بلادهم وهذا قال لهم شوف اللي كتب علينا الاخر اللي هي التعليم ماشي تعليم ديال الثقافه الثقافه يدير 150 قاعه واش جاب الثقافه انت بنيت قاعه قاعه الزيتون لكن حنا عليه في الحبوس الى بقى صاحب الخنزه مانيش فين كنا في الحبوس الحين من الحبوس نجيو نرجعوا لاكادير اكادير واحد النوتير كيما قلت لكم النوتير النوتير تشفر مو المحامين مع احترام المحامين لكن النوتير هذا واحد ضرب شحال من المئه وتلقينه صراح مؤقت وما حضرش واش دار مشى تعرفوا حمار مي عندك الفلوس يك عندك الفلوس موجوده شي طياره شي واحد الطياره الطياره هذيك الصغار يقطعك طاف طاف ولا تما صافي ورجع بحالو غادي قالك غادي تتزاحم مع الحراقه في الشمال ومشدوه من البوليس مشدوه لقاوه تيقلبوا عليه هذا موثق ديال مرة شحال من مليار ها موثق ديال في اكادير الا ما تقتلوش بيه سقسيو الطوانجي الطوانجي يقول لك عليك الطوانجي حافظ لك الشيء ديال اكادير تقول لي اكادير حافظها التفاؤل دائما التفاؤل والنوار حنا غنقولوا التفاؤل صافي الاخر التفاؤل الاخر يقول الاحترامات والاخر هذاك اسمه شنو ابو الكميم ديال عين الميكا على دوك دوك اللي حداه اللي معاه في مونتري وكاين خويا تعرفهم كلهم خويا كل مشفر كاين تم لك اسمه لك العائله ديال التونسي لكن لك اسمه ما عرفت شنو لك اللي مرتو حلاقه اللي هرب السعوديه هذا بالعائله تما تيسكن في واحد الوطن وطن قداش من الفلوس من الفلوس فلوس اللي خرجوا قدام اللي خرجوا لك شنو اسمه والله ما عرفت اللي كان عندنا اتاشي ميليتاريس ايام بورقيبه وزق وزير وزق رئيس الدوله هذاك ساعة مات ايوا ايوا شتي ما قدا والو ها خلى كلشي لمرتو مرتو الثانية ولا الثالثة ما عرف فلهذا في قلنا في تونس لا ما كاين تونس هذاك تونس فما الهضرة الهضرة تيخافوا فيه ما تيخافوا ما تيحشموش غادي يقول لك مضمنين مع الجزائر لا 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 ضد المغرب على ديك الدولة الدولة الوهمية حنا بقينا نخلقوا في الدولة الوهمية فيه كيفاش قضية فكنا شي كي كذا هو بنت واحد الدريه مسكينه واحد الدريه اسمها تقول دنيا بيلا دنيا بيلا هو قال لك مسكينه تطلب ثاني اللي عليها نقولها لعباد الله الناس في المغرب تعرفوا دنيا بيلا اللي كان مع احساس ما شوف شي واحد يمكن تفارقوا صافي في المغرب الزواج والطلاق بخف وتطلب المغرب باش يدعموها في الحل 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 قلت لك عندك شي ديك شي مرض نفسي سيري عندك الشلح ما خدام ما ردام اسمو اسمو اللي كان عندك الشلح الاخر اللي من انز قال لك الوزير اسمو العثماني العثماني سيري عنده راه هو طبيب نفسي سيري عنده ياك العثماني
شوف الدري عطاه شي حاجه مسكين شي سفر من هرناك زيني المهم دعموه دنيا بيلا دري صغير مسكين والله احنا ما نخسروا والو احنا اللي بغينا ندعموه ندعموه باش نبغى باللسان اما الفلوس ما عندناش الفلوس ما عندنا والو 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 هذا شكون خصو يدعمني ما عليه ندير اللايف شات باش نلوحوا لي الدراهم لا لا يعني هو هي هو الاخريه من عم نديروا الخليل لا 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 احنا غير التيشيرت من نبيعوا التيشيرت خونو خونوها لي التيشيرت هذاك ايوب ايوب اللي ساكن في نمره 8 زنقه الرجاء في حي النور ببركان القحبه جاتو التيشيرت هو تيعيش في امريكا دوز القحبه قال لهم قال لي شوف مراك جيعان على 22 باوند فاك يو العطاي تفو عندي امك علاش نبقى نسف فيك دائما نسف فيك صحاب ديال امك قلبتيني 22 باوند كنخسر غير تولي واحد عندي هنايا مع المروكي ولكن ينعس المغربي صافي تشينا هو انت تشوف هادو لي نوتير هادو لي نوتير هادو ما تيقوش فيهم ما تيقوش فيهم حنا لي نوتير للمحامين تيكون عندهم واحد الصندوق وعندهم اسيرونس الفلوس بحال شنو عندك الفلوس حنا لا بليبار هما المحامين هما اللي عملوا هادشي ترانزاكسيون ديال البيع والشراء ديال الديور ملي تعطيه الفلوس تيحطها في واحد لاكيس ويخص يكون ديك لاكيس يكون ما تينتمي لها ولكن النمرة ديالو وضربو تشيك عليه تشيك عليه غير دخل دخل الماكينة طق 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 تشوف واش مخلص ولا مخلص العضوية ديالو في ديك انت باش يحميهم ماشي يديرو يخونوها لا حنا كان بكري بكري باقي العقل كانوا المحامين ولا هادو تيهربوا بالفلوس كاسا عاقوا بهم ويديروا لهم زيروا عليهم زير ما كاين والو دابا الداتش على التليفون بلا ما تشوفها سيت لك في الماكينه تشوفها بيت بيت في الكابينه وتشوف الكابينه واش صفراء ولا حمراء صافي تقول لي واخا صافي تسيني وصافي ما كاين لا هذا حتى النهار الاخر عاد تمشي تشوفها فهمتي قبل ما تسيني انك كونترول الاخراني في المغرب طلعنا حول هنا سير هنا جيب جيب هذه جيب هذه جيب هذه جيب الشهاده جيب هذه انت هذا اللي على الاولى هنا هي الوراق على سير على شهاده الحياه شهاده الموت شهاده الزراجه شهاده عدم الانحياز اللي ولينا مع اسمه مع تيتو انا شفنا قلنا تيتو تيتو تو ما تقول ليه الدوله ديالو تو تو تصار تو تصار كيبقى يخدم مع بمبركا جاسوس وتخربيق وهذا وتشيكوسلوفاكيا وزيد زيد ساعه فرقوا ديال المنقل شكل سلوفاكيا ولا جوج تويلات وشي بغا يديروا الجمهوريين الجمهوريين تيفرقوا في المغرب وهم باقي مع برا شتي على دوله كي دايره هادو جمهوريين قالك بغا يديروا دولة الريف بغا يديروا الصحراء بغا يديروا دولة أخرى والمغرب يولي والو وحنا الضاربين شنو نوليو صافي هو هذا قالك أنا يا ولد أنا يا كبرت في الرشنو كبرت فاش ما عجبك أخويا غير ما بقاش تفهم عليا قال لي أنت تتخلق الفتنة مي علاش لأن قال لي قلت لهم بأن داك المارشي ديال الناظور حرقوه حنا السياسة انتقام قالك لا مكاينش انتقام واشنو تسميها لان تشوف تشوف رزقك يتحرك والبومبيه مازال ما جاوش ترجم لي ترجم لي ما عندك سميه كاع عندك سميه نقول لك سميتك اش سميه عطيني زيد 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 شي نمره ما كنت جيت طوموبيله واش تي ماتريك ديال الطوموبيله فليها ما تبقاش تشوفوا معايا الله يرحم باكم كان معكم نور ابي جيت هنايا باش نقول لكم هذا هذا قال لي واحد جيت تبيع البيتزا تبيع البيتزا خير انا ندخل لك من البيتزا اش بغيتي بغيتي محروق ولا بغيتي اسمع لك نابوليتان ولا هواين هواين تشي لك هي دابا دابا هذيك اسمها ديك شي وحده تقول الدكتوره الدكتور امان قالك انا غادي تا داك اسمه المغربي البري تا هو تا هو قالك يعرض عليها في باش يحلل معاه ايوا وحل حلل حلل على حلل معاه فين تتسكن الله يرحم باك اسمك اسمك لطفي 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 في برلين هاك الدري في برلين مسكين باقي يحلل هو حلل حلل الله يرحم باك انت شوف لا تقدر تعاونها هذا فينا يا هي 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 شوف 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 هذيك هذيك بوسعاده الامل الدكتور شوف فين ساكن ساكن مسكين في الكيتو شوف هذه صايبه شي راه نغمو ليا راه كلشي طبيعي شوف راه حاطه المريول شتي ساكنه بلي شو عندنا اخرى هاي هاي في الظلام شتيها مشاو ليها باش يعطيوها يسير باش يسير بيه الصابون تاعها هاكاك
حقي قال لك هو اللي قال لك ديك الدري اللي بيان قال لك هذه غادي تدعي تحفه. ما كتغمق عليهم وهذاك المزيان بغينا هذاك المزيان بغينا نعرفوا واش منين جاو الكريمات الى عنده كريمات منين جاتو الارض خصو يفسر لينا وكيفاش هذا السيد عايش ولي دي الشكايات تديهم لا داها الباطمه سبيل الله لان الباطمه قرا داك اسمه داك مزغيبات ابو 20 ما كل نهار واش ودابا فلوسها تي 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 غرم عليها بفلوسه فلوسها فلوس عطاتو يغرم عليها فلوس تي تغرموا عليها لان كالا ندفع تعرفي واش ندفع تملك الشعر ديالها ضروري تشوفهم من تشوف مسكين هذه الدريه اسمها باطمه انت فالك بو 20 انت فالقها دجاجه بالها دي انت دابا ما بقاش ديرو اش دابا تطلب لك اسمو مزيت يمشي يشكي بداك تحليل الحدد في قنيطره سيطاتو هو قال لي انا دورت معاه عطاو شي 100 درهم 200 درهم وخلصت لي التران الاخوان كان معكم نور ابي من هنا ومن هنا فلهذا اودعكم دمتم على خير وشكرا شكرا شكرا على متتابعتكم لهذا البرنامج. يلا سير 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 يلا على سبيل الله.